من فترة طويلة كان في واحدة بعتت لي تحليل لشخصيتين، ولد وبنت، وكانت عايزة تعمل توافق جواز بينهم، والولد تحديدا كان أخوها وكان بيحب واحدة، بس هي ما كانتش راضية عن الحب ده أو الجوازة اللي هتتم مستقبليا. فالنهاردة في الفيديو ده هحكي لكم على اللي حصل بين الشخصيتين دول، وفي آخر الفيديو هقول لكم الشخصيتين دول إيه تصنيفهم وإيه تحليل الوجه بتاعهم اللي نقدر نعرف منه الصفاتين اللي احنا هنتكلم عليهم النهاردة، أو الشخصيتين اللي هنتكلم عليهم النهاردة. طيب، لو أنت أول مرة تتفرج عليا أصلا فأنت أكيد مش فاهم إيه اللي أنا بقوله أصلا أو إيه اللي احنا بنتكلم فيه. القناة دي بتتكلم عن علم الفراسة، أنا اسمي هادي جنيدي وأنا مدرب في علم الفراسة. إيه علم الفراسة ده؟ باختصار شديد هو تحليل شخصية البني آدم من شكل وشه بسرعة كده وبإيجاز. الوش مليان عضلات، لما انت بتضيق عينك علشان بتركز في حاجة معينة، بتفرح، بتتضايق، بتحاول تتخابس على حد، بتحاول تتحمل المسؤولية، ايا كان عضلات الوجه بتتحرك بطريقة معينة، فبالتالي بتتكون ملامح لشخصيتك او ملامح في شكل الوجه بناء على الصفات اللي هي موجودة في شخصيتك. احنا في علم الفراسة بنقلب القصة، ببص على الملامح اللي في الوش بقدر استنبط منها الشخصية بتاعتك. ولو انت شايف ان الكلام ده غريب شوية، وحقك طبعا ان انت تشوف حاجة زي كده، سرش براحتك عن علم الفراسة، وممكن تسرش على الامام الشافعي لان هو كان اكتر واحد كان مشهور بعلم الفراسة عند العرب. مش طول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنساش لايكاتك المتينة، وما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، وطبعا ما تنساش ان انت تصلي على النبي. ويلا بينا. شخصية الولد اللي احنا بنتكلم عنها الصفات بتاعته كالآتي: هو شخص روش جدا، بيلبس كويس قوي، بيعرف يسرح شعره كويس، مظهره كده وهيئته شكله جميل قوي، اي حد يقع فيه، ولد او بنت على فكرة هتلاقي نفسك بتحب الشخصية دي. الولد ده ليه اصدقاء كتير جدا بنات، وكلهم زي ما اتفقنا بيحبوه، ودايما بيخرج معاهم وبيصرف كويس، معاه فلوس ما معهوش فلوس بتحس على طول ان هو معاه فلوس باستمرار. لو اي حد سواء ولد او بنت احتاجه في مصلحة او زي ما تقول احتاج منه خدمة، الشخص ده بيكون موجود باستمرار. الولد ده حب بنت، ابتدى ان هو يمشي معاها في علاقة عادية جدا ملهاش اي نوع من انواع الحرام يعني، وكانوا بيكلموا بعض بمعرفة باباها ومامتها، وكانوا عايشين حياتهم وبيخرجوا عادي قدام الناس كلها. وفجأة الشخص ده شاف واحدة تانية اعجب بيها جدا، وقرر ان هو يسيب الاولانية. ولما البنت الاولانية لما جه سابها ابتدت ان هي تقول له ان انا مش هقدر اعيش من غيرك، انا بحبك جدا وانت ليه عايز تسيبني؟ فهنا هو ابتدى يتكلم ان انا شخصيتي مش هتنفع لك، انت محتاجة واحد احسن مني، انا مش بتاع تحمل المسؤولية، وعلشان انا بحبك وبحترمك جدا فقررت ان احنا لازم ننهي العلاقة بتاعتنا، ولكن في اي وقت انت عايزاني انا موجود، وانهى العلاقة بالشكل اللي هو ممكن يكون جميل ده من وجهة نظر ناس تاني. ابتدى يدخل في علاقة عاطفية مع بنت تانية، وهي البنت دي محور القصة بتاعتنا. البنت دي شكلها مقبول، يعني مش جميلة قوي بس مقبول شوية، وهو ده اللي خلى اخته تستغرب من الموقف، علشان كده بعتت لي تحليل الشخصية. الولد ده دايما بيصاحب البنات اللي هي الجميلة قوي، فلما جه ارتبط بالبنت دي، لا البنت دي الجمال بتاعها يعني هو الجمال العادي، رغم انها برضو حاطة مكياج وعاملة الحاجات اللي هي بيعملوها البنات دي، ولكن لا جمالها يعتبر يصنف اقل بكتير من البنات اللي كان يعرفهم قبل كده. ابتدى ان هو يخرج مع البنت دي تقريبا في اليوم كله، بيفطروا مع بعض، بيتغدوا مع بعض، بيتعشوا مع بعض، وبيروحوا افضل الكافيهات، وطبعا هو اللي بيدفع، هي ما بتدفعش حاجة. الغريب بقى في الموضوع ان مامة البنت دي من بعد اسبوع بالظبط من معرفتهم لبعض ابتدت ان هي تبقى معاهم على طول خطوة بخطوة، ابتدت ان مامته تتفق معاه فإن لازم تتعمل خطوبة علشان تتجوزوا، وفعلا الولد اتكلم مع والدته في إن هم يعملوا خطوبة. وهنا البنت بعتت لي تحليل الشخصية ده، واللي أنا قلته لها في تحليل الشخصية حصل بالظبط. بس تعقيبا على النقطة دي قبل ما أكمل القصة، في تحليل الشخصية لما بعمل توافق جواز بتجيلي صورة بنت وصورة ولد، الاتنين دول عايزين يرتبطوا ببعض. في توافق الجواز أنا بقول الناس دول لما يجوا يتجوزوا هتبقى طريقة المعاملة بتاعتهم هتكون عاملة ازاي، فبالتالي ده ممكن يؤدي الى انفصال زوجي او ان هم هيكملوا مع بعض. لكن فكرة ان انا احكم بنسبة 100% ان الجوازة دي هتتم او مش هتتم، دي مش بتاعتي، دي حاجة في علم الغيب. انا كل اللي انا بقدر استنتجه نسبة احتمالات عالية تفوق ال 98، تفوق ال 92% شكل الجوازة هيبقى عامل ازاي. احنا اتفقنا قبل كده صفات البني ادم ممكن ان هي تتغير في اي وقت بسبب اي موقف، فبالتالي فكرة ان انا احكم على اتنين ان حياتهم هتعيش سعيدة او هتعيش تعيسة ولا هينفصلوا لا قدر الله، والحكم بتاعي يكون صحيح بنسبة 100%، مفيش حاجة اسمها كده. ولكن ربنا قال خذوا بالأسباب. من ضمن الحاجات اللي هي خلت أخته تستغرب من المواقف اللي حصلت وعشان كده بعتت لي تحليل الشخصية،
لما جت والدة الولد ده اتقابلت مع والدة البنت وابتدوا ان هما يتفقوا على الخطوبه. لما جت والده الولد تتكلم مع والده البنت ابتدوا ان هما يتفقوا على الشبكه والمؤخر والحاجات دي كلها. كانت والده البنت بتقول لها انا ما عنديش اي مشكله، اللي انت عايزاه هنعمله. وفعلا قرروا ان هما يتفقوا على الخطوبه. ولكن وعلى فكره هما اتقابلوا في كافيه، ما اتقابلوش في بيت العروسه. ولما جم اتفقوا على الخطوبه مامه البنت قالت ان احنا الخطوبه المفروض نعملها في قاعه. فهنا مامه العريس قالت يعني طب ليه قاعه، ما احنا ممكن نعملها في بيت العروسه. الغريبه ان الست مامه العروسه رفضت رفض تام ان الخطوبه تتعمل عندهم في البيت، لا احنا لازم نعملها في قاعه، وانا ما عنديش اي مشكله في المصاريف. وهنا اتفقوا على المصاريف النص بالنص، وفعلا تمت الخطوبه. ولكن ام العريس هي اللي دفعت الفلوس بحجة ان مامة العريس كانت مسافرة في الوقت اللي كان فيه دفع الفلوس بتاع القاعة، وبعد كده رجعت تاني يوم وتمت فعلا الخطوبة تاني يوم وكل حاجة كانت ماشية زي الفل. ابتدت والدة العريس عايزة تطلب الفلوس بتاعة القاعة اللي هم اتفقوا ان هي النص بالنص. وهنا العريس كان بيتدخل، كان بيقول لمامته يا ماما مش مشكلة عادي، يعني الفلوس ما راحتش بعيد، في النهاية دي هتبقى مراتي. وأثر على مامته لدرجة ان مامته خلاص ما رضتش تتكلم. وام العريس هس، وبرضه ما زالت ام العريس بتنزل معاه ومع بنتها في كل خروجه بيخرجوها مع بعض، وما زالت الخروجات فطار وغدا وعشاء. والخطوبه ما استمرتش اكتر من 3 4 شهور وبعد كده دخلوا في الجواز. الغريبه بقى ان الجوازه دي تمت بطريقه غريبه جدا. كل ما مامه العريس تحاول ان هي تتقابل مع ام العروسه علشان يتفقوا على المهر والمؤخر والحاجات دي كلها والشقه والعفش، مين اللي هيجيب ده ومين اللي هيجيب ده، كانت دايما ام العروسه بتتهرب من المقابله دي بطريقه غريبه جدا ومش مفهومه. يعني انت بنتك دلوقتي مخطوبه، فمن الطبيعي ان هي لازم تتجوز. فكرة ان انت تهربي من المقابلات اللي هي بالمنظر ده، طب ما هو ممكن يختلفوا مع بعض فبالتالي تتفسخ الخطوبة، فانت بنتك كده تبقى مخطوبة قبل كده، يعني اللي هو مفسوخ خطوبتها. مش في كل المجتمعات دي تعتبر مشكلة، لكن في بعض المجتمعات دي حاجة بتعيب البنت للأسف الشديد. يعني انا مش مع حاجة زي كده طبعا، ولكن في مجتمعات بتعتبرها كده. فبالتالي من المنطق ان المفروض ام العروسة هي اللي تجري اكتر على الجوازة. بالمناسبة والد العريس متوفي من زمان الله يرحمه، والد العروسة موجود بس ما كانش بيظهر في الصورة اطلاقا. وفجأة في يوم من الايام ام العريس فوجئت بمكالمة من شخص قريبها وبيقول لها الحق يا مدام، في مشكلة كبيرة جدا حصلت. قالت له ايه؟ خير كفالة الشر، ايه اللي حصل؟ قال لها ابنك غلط مع واحدة واضطر ان هو يصلح غلطته دي بان هو اتجوزها. فقالت له ازاي يعني، ده هو اصلا مخطوب فعلا لوحدة. فقال لها انا معرفش، انا في واحدة اتصلت بي وهي اللي حكيت لي القصة دي. وهنا راحت اتصلت بابنها ام العريس علشان تتاكد وتفهم ايه القصه بالظبط. وهنا كان ابنها ما بيرضاش يرد عليها، وده طبعا خلاها ان هي تقلق اكتر. فراحت اتصلت بام العروسه اللي هي خطيبته يعني، وابتدت ان هي تتكلم معاها كده عايزه تفهم ايه القصه وفي نفس الوقت خايفه، ما هي مش فاهمه برضو ايه الموضوع. وهنا ام العروسه راحت قالت لها على فكره ابنك غلط مع بنتي وانا ما كنتش اعرف، وبعد ما عرفت وواجهته بحاجه زي كده فهو قرر ان هو يصلح غلطته وهو اتجوز بنتي فعلا. وعلى فكره لو مش عايزه تعملي فرح احنا ما عندناش اي مشكلة. واتضح فعلا ان هو وخطيبته عملوا علاقة حميمية مع بعض وفعلا اتجوزها. المشكلة بقى مش في كده، ما هما كده كده كانوا متفقين على الجواز اصلا. المشكلة ان اتكتب عليه مؤخر صداق 1,000,000 جنيه، واكتشف بعد الجواز ان مامة البنت ما كانتش بتشتغل، هي كانت قايلة لهم ان هي شغالة في وزارة التربية والتعليم حاجة زي كده، شغالة في وزارة ما يعني، وبتاخد مرتب كبير وبتاخد معاش وحاجات كده غريبة يعني. فطلعت ما بتشتغلش، والبنت برضو ما بتشتغلش، دي حاجة معروفة من الأول مش جديدة. والولد ما بقاش حابب الموضوع دوت وعايز ان هو يطلق البنت دي، ولكن للأسف هو دلوقتي مربوط بمليون جنيه لو عايز يطلقها. وللأسف حاليا الحياة بتاعتهم تعيسة للغاية، أو تحديدا تعيسة ليه هو شخصيا، وهو حاليا عايش في بيت والدته، لان الشقة اللي كانت عنده اجبروه ان هو يبيعها علشان يصرف عليها من الفلوس بتاعت الشقة دي. طيب قبل ما نكمل القصة دي، هما ايه الشخصيات اللي انا بتكلم عليها؟ شخصية الولد اللي انا بتكلم عليها وهي شخصية الدنجوان، ودي طبعا احنا عارفين اطار الشخصية بيكون عامل ازاي. الوجه بيكون مستطيل ونازل مثلث من تحت، الحواجب عنده بتكون كثيفة جدا، وعنده الشفايف بيكون حجمها كبير وتحديدا الشفة التحتانية، وفي غالبية الاحيان بتبقى الشفايف لونها احمر تحديدا حتى لو كان بيشرب سجاير على فكرة. وبتلاقي الشعراية بتاعته بتكون ناعمة
وبتلاقي عينه يا اما بيكون لونها اخضر او ازرق او بتكون حالكه السواد. هو ده الشخص الدنجوان الاصلي يعني. وانا كنت عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه على ممثل من الممثلين هتلاقيه في الاي اللي فوق دي، وكنت حللت شخصيته. المهم الشخص الدنجوان بتكون طريقته كالاتي. هو عامل زي الاطفال، شخص بيكون سريع البديهه جدا، بيعرف يفكر بسرعه، ولكن مشكلته ان هو بيحب التغيير جدا، فبالتالي دايما تلاقيه بينط من حاجه لحاجه. وهو علشان عامل زي الاطفال فلما بيحب حاجه بتلاقيه بيطلع طاقته كلها فيها وبيتعامل معاها باخلاص رهيب. وعلى فكره انا في ناس كتيره جدا كانت بتبعت لي صور لشخصيات دنجوانيه وبيجي يقول لي ان الحاجب بتاعه اللي هو الرفيع من الاخر ده، فبالتالي الشخص ده مخلص ولا لا، وازاي هو مخلص وهو دنجوان في نفس الوقت. بص يا صديقي العزيز وصديقتي العزيزه، الدنجوان طريقه تفكيره باختصار شديد بتكون عامله ازاي. الدنجوان اللي بالمواصفات اللي انا بتكلم عليها ده فعلا بيحبه، فعلا بيكون مخلص جدا، ولكن وهو مع البنت اللي بيحبها بتلاقي الحاجب عنده فيه حته الاخلاص اللي هو المثلث اللي في الاخر ده، ولكن بمجرد ما بيبتدي يزهق من البنت دي وبيحب واحده تانية هنا الحاجب ده شكله بيتغير. واول ما يرتبط بالبنت التانية وبيعرف ان هو يفك من العلاقة اللي مع البنت الاولانية بيبتدي هنا الحاجب يرجع حاجب اخلاص تاني، ويبتدي يتعامل مع البنت التانية باخلاص شديد زي الاولانية بالظبط. يعني هو من جواه ما بيبقاش انه ناوي يخلع او ما بيبقاش ناوي ان هو يخونها، ولكن هي دي طريقة تصرفه. طيب اللي حصل ايه بقى مع البنت؟ البنت المواصفات بتاعتها كالآتي. هي تصنف شخصية اللي هي الدلو المقلوب، يعني هتلاقي شكلها بالمنظر ده كده ونازله كده زي الجردل كده اللي مقلوب على وشه. هو ده شخصيه الدلو المقلوب. ليه اشكال كتيره يعني، ممكن تلاقيه نازل كده وبعد كده يكبر كده زي مثلا ساحف النينجا، ينفع ده يتقال عليه دلو مقلوب برضو، ولكن تفكيرهم بيختلف شويه. فكره الدلو المقلوب في البنات تحديدا ان هي بتكون مسيطره جدا، دايما بتهتم ان هي تجمع تفاصيل كتير جدا عن الشخص. العلاقة الحميمية بالنسبة لها في مرحلة الجواز ليست الا للسيطرة فقط على زوجها. علشان كده دايما النوعية دي من الستات للأسف الشديد بتبقى مسيطرة جدا على جوزها وحتى كمان ولادها. فمعظم الولاد بيبقوا طالعين شخصيتهم ضعيفة جدا بسبب أمهم مش أبوهم. الشخصية دي بسبب ان هي بتعرف تجمع التفاصيل كويس جدا، بتقدر تفهم اي شخصية قدامها من معاملات بسيطة جدا. فهي البنت وامها تحديدا هما الاتنين دلو مقلوب. فهما كانوا عاملين خطة على الشخصية الدنجوانية دي. الدنجوان دايما انت هتحس ان هو غني جدا، لكن هو ما يكونش، ممكن ما يكونش كده على فكرة. يعني مثلا لو هنفترض ان انا دلوقتي معايا 1000 جنيه هعيش بيها لمدة 10 ايام، وهروح بالالف جنيه دي اصرفها في الكافيهات الغالية، فاكيد الالف جنيه دي مش هتخلص، يعني هتخلص في خلال 2 3 بالكتير. طيب بقيت العشر ايام انت هتتصرف ازاي؟ بقيت العشر ايام انت مش هتخرج من البيت بحجة ان انت بتشتغل، بحجة ان انت مشغول، بحجة ان في ظروف معينة. فبالتالي انت وانت موجود في الشارع انت معاك فلوس كتيرة جدا. هو ده الشخصية الدنجوانية بيتصرف بالطريقة دي. البني ادم الطبيعي بيحسب على حسب الفلوس اللي معاه انا هصرف ازاي، يعني بتكون العملية منطقية. فبالتالي اي حد بيتعامل مع الشخص الدنجوان بيعتقد ان هو غني جدا. ده غير برضو ان الشخصيات الدنجوانية دايما بتحب تروش، يعني عارف مثلا اللي هو ايه، ممكن مثلا يكون راكب عربية مش بتاعته، بتاعت واحد صديق لي، والعربية دي ماركة كويسة مرسيدس مثلا ولا بي ام دابلي ولا حاجة زي كده. لو البنت اللي بيحبها شافت العربية دي وسألته عليها هيقول لها ان العربية دي بتاعتي، وهيحاول يتعامل على هذا الاساس. ولما هيجي يقابلها وهو مش معاه العربية دي هيتحجج باي حجة ان في مثلا صديق ليا محتاج العربية في مشوار او حاجة زي كده فانا سبتها له، واللي عارف اللي هو ايه، نوع كده من اللي هو حاجة مش فارقة معايا يعني. والنوع ده تحديدا اللي بيتصرف بطريقة الكذب دي دايما البياض اللي في عينه هنا بيكون كبير. احنا كنا عملنا فيديو قبل كده عن ازاي تكشف الشخص الكذاب، واتكلمنا في حاجات كتيرة جدا هتلاقيه في الاي اللي فوق دي. الفيديو ده كنا اتكلمنا فيه على حتة العين دي، مهم برضو ان انت تدخل تتفرج على الفيديو ده. والشخص ده اهله في منهم اللي يمتلك فيلا مثلا في الساحل الشمالي، فيلا في مرسى مطروح، مش عارف ايه، حاجات زي كده. فهو كان دايما بيروح الاماكن دي بيتردد عليها مع خطيبته، وكان مخليهم يعتقدوا او لما كانت حبيبته مثلا قبل كده، كده كده هي امهم معاهم، فهو من وجهة نظر الجميع مفيش حاجة غلط بتحصل، وكان مخليهم معتقدوا او يعتقدوا يعني ان الحاجات دي بتاعته هو شخصيا. طيب الشخصية الدنجوانية قبل الخطوبة هو هيقابل واحدة تانية فهيسيب البنت دي وهيحب التانية، علشان هما الاتنين دلو مقلوب، فهم فاهمين ده كويس جدا. فاللي كان بيحصل، ودي حاجة بتحصل مع شباب كتير جدا على فكرة،
ان البنت كانت بتطمعه. طبيعي اي واحد بيحب واحدة بيخرجوا مع بعض كتير اكيد يعني عايز يمسك ايديها، عايز يبوسها، عايز يحضنها، عارفين انتوا طبعا الجو ده. فكانت مامتها بتنزل معاها علشان يبقى على طول عنده حلم ان في يوم من الايام هيقابل البنت لوحديها من غير مامتها وهيعرف ان هو يعمل حاجة زي كده. وعلى فكرة الدلو المقلوب بيعرف يخطط للمستقبل كويس قوي، فهيعرف يحبك اللي انا بتكلم فيه ده بالظبط. وده اللي حصل لغاية ما هو اتدبس في الخطوبة، وهم طبعا ما دفعوش اي حاجة زي ما انتوا عارفين. وفي الخطوبة ابتدوا ان هم يعرفوا ان الشخص ده ما يملكش غير المرتب اللي هو بياخده من شغله. هو الشخص ده اصلا بيشتغل جرافيك ديزاينر، فشغله تقريبا كله على اللابتوب من البيت او حاجات زي كده، يعني هو مش موظف بينزل بيروح مكان معين. عشان كده انا كنت بقول لكم فطار وغدا وعشاء بيخرجوا مع بعض. فلما اكتشفت ان هو مش بالمنظر المتغالى فيه اللي هو ظاهر بيه، فهنا حبت ان هي تدبسه. فعلشان كده خلته فعلا ان هو يغلط مع بنتها، وهي عملت كده فعلا. الام انت شايف التفكير ممكن يوصل لدرجه ايه، وفعلا اتجوزها وكتبته مؤخرا 1,000,000 جنيه. هو دلوقتي في اي وقت عايز يطلعها، هم ما عندوش اي مشكلة، ولكن يدفع 1,000,000 جنيه. المعاملة بقى اللي بتحصل بينهم وهم متجوزين دلوقتي للأسف الشديد عاملة ازاي. الشخص الدنجوان ده شخص بيحب ان هو يعمل علاقات حميمية كتيرة جدا، يعني ممكن تصل مثلا 4 مرات في الاسبوع على الاقل. على فكرة الدلو المقلوب زي ما اتفقنا هي تفكيرها ما بيبقاش كده خالص، هي ممكن تبقى مرة في الشهر. عارف هي بتبص يعني هي بتفكر فيها ازاي؟ مثلا انا دلوقتي مثلا عايز ازور عيلتي، عايز ازور مثلا والدي ووالدتي، فيلا مثلا يا مراتي نروح نزورهم. فاللي هو تقول لي ايه، طيب بص انا مش عايز اروح عندهم، لا بس يلا علشان منظرنا وبتاع، انا ما زرتهمش مثلا اديلي شهر ولا حاجه زي كده. فتقول لي ايه، تقول لي طب بص احنا لو ما رحناش النهارده واجلناها كمان يومين احنا ممكن النهارده بالليل. فهي بتستخدم العلاقه الحميميه بالطريقه دي. فشفت اللي حصل، القصه عامله ازاي. الدنجوان بيضحك على الناس، الدلو المقلوب برضو عنده قدره على التخطيط الرهيب وان هو يوصل للي هو عايزه. هما الاثنين ضحكوا على بعض اساسا. ده الدنجوان عمل نفسه معاه فلوس كتير فطمع الدلو المقلوب فيه. الدلو المقلوب لما لقى ان هو بيضحك عليه علشان الشخص ده مش غني زي ما هو بيحاول يوضح ده، فهنا الدلو المقلوب قرر ان هو ينتقم، وفي نفس الوقت برضه هاخد اللي انا عايزه. ودلوقتي البنت وهي متجوزه الشخص الدنجواني ده بتاخد منها كل اللي هي عايزاه حرفيا، لدرجه ان هي لما بتحتاج فلوس وهو مش معاه خليته ان هو يبيع الشقه بتاعته ويعيش عند والدته. هما الاثنين يعيشوا عند والدته. فدي كانت قصه بسيطه. لو حابين فكرة الفيديوهات اللي من النوع ده انا ممكن احكي لكم حاجات حصلت في الحقيقة، او اصطنع لكم قصص من وحي خيالي ليها علاقة او هبنيها بناء على تحليل الشخصية. عايز بقى اسمع رأيكم في الكومنتات، انتوا شايفين مين فيهم اللي غلط، مين فيهم اللي يستاهل، الشخصية الدنجوانية اللي هو الولد ولا البنت؟ طيب ايه الخلاصة برضو اللي انا عايز اقولها من الفيديو ده؟ مثلا انا مراتي من فضل الله ممتازة، حرفيا ممتازة، وانا لما اتجوزتها ما كنتش اعرف اي حاجة عن علم الفراسة. ولو كنت اتجوزتها بعد ما اتعلمت علم الفراسة كنت مجرد ما هشوفها وهتفرس في شكلها ما كنتش هسيبها اطلاقا. طيب انا ايه اللي خلاني اتجوز واحدة كويسة وانا ما كنتش دارس علم فراسة؟ لان انا عمري الحمد لله في حياتي ما ضحكت على بني ادم ولا ضحكت على واحدة. ولو كنت في يوم من الايام غلطت في حد او حاجة زي كده هكون من جوايا انا مش عارف ان انا بعمل حاجة غلط. ما هو اكيد ما فيش بني ادم كامل، بس الفكرة ان انا عمري في حياتي ما قررت ان انا اضحك على حد. ولو اكتشفت ان في حد زعل مني حتى لو انا من وجهة نظر ان انا ماليش ذنب في ده كنت بحاول ان انا اصلحه واغير من ده. فالخلاصة ان انت لو هتمشي صح اكيد ربنا هيكرمك بواحدة كويسة، سواء بقى بتحليل شخصية من غير تحليل شخصية ايا كان. لكن صدقني حتى لو انت بتمشي غلط ومثلا بعت لي صوره البنت اللي انت عايز تخطبها وعملت لك تحليل شخصيه انا متاكد من النتيجه، يعني ما دام انت شخص مش كويس هيطلع التحليل وحش، فهتسيبها وتدور على واحده تانية. هتبعت لي تحليل شخصيه هتطلع وحشه برضو، وهكذا، لان انت اصلا شخص مش كويس. يعني حتى ربنا في القران قال الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. ما اعرفش بالظبط تفسير الايه دي ايه، ولكن يعني بتفكيري انا الكويس هتجوز واحده كويسه. انتوا فاهمين الفكره دي؟ نقطه مهمه جدا حبيت انوه عنها يعني وبس. طبعا ما تنساش ان انت تدوس على زرار لايك وتشير الفيديو ده لاكبر عدد من الناس علشان الناس تستفيد من المواقف اللي احنا ممكن نحكيها في سلسله زي دي. وبس، سلام.